السلام عليكم، معكم أحمد شلتوت، قناة فيشنج أند هانتنج، تعلم فنون الصيد. هنتعلم إزاي نربط السن الفردي بطريقة بسيطة جدا وسهلة. هنجيب السن بتاعنا، الهوك بتاعنا، هتجيب طرف الخيط، طرف تحطه تحت والطرف التاني تحطه فوق. هنجيب الطرف اللي نازل تحت ونلف من فوق لتحت 10 لفات. 1 2 3 4 9 10. ممكن لو عايزين نزود عن كده نزود، لو انت عايز الشكل يبقى حلو والقوة تكون أقوى. ونسحب الطرف اللي طالع من فوق، وأنا ساند بصبعي ده الطرف ده عشان خاطر ما يفكش، وتسلك تثبت ده وتسلك الخيط ده تسحب. سلك وتسحب لحد آخر مرحلة. وصلنا للنقطة دي نسحب الخيط ونسحب الطرف ده من هنا، كده خلصنا الربطة بتاعتنا. ربطة سهلة قوية. نشيل الطرف الزيادة، يبقى عندنا الشكل النهائي بالشكل ده. شكرا لكم على المتابعة، مع السلامة.